أتظن أن جلوسك مع والديك شيئا عابرا في حياتك؟ أتظن أن مؤانستك لأمك الوحيدة في غرفتها شيئا هينا عند ربك؟ أتظن أن اتصالك عليها وأنت بعيد عنها وإضحاكها وإفراحها وتركها تتحدث مع ذكرياتها وسنوات عمرها الماضية أمرا غير ذي بال؟ والله وتالله وبالله إن ذلك كله أعظم عند الله من الحج النافل ومن حفظك للقرآن ومن صيام النهار وقيام الليل وسائر النوافل والمشغلات والملهيات. يا من ترجو الله والدار الآخرة، يا من ترجو مستقبلا ناصعا وتوفيقا، يا من ينتظر من أبنائه البر، الله الله في أمك، الله الله في أبيك. أتظن